تعرف لو انت شلت كرسي من مكان ورحت حطيته في مكان تاني علشان يكون الجزء ده من بيتك شكله احلى وافضل، ده يعتبر اخراج فني وانت كده فنان ومصمم؟ فتعالوا بقى نتعرف على الاخراج الفني واسراره النظرية والعملية بطريقة مختلفة شوية عن اللي اتقال قبل كده على اليوتيوب، وده اللي هنتعلمه خلال السلسلة دي. اهلا بيكم، انا محمد غريب ويلا بينا نبدأ الحلقة. نقسم الدرس ده لأربع نقط: مين هو الارت دايركتور، ازاي تكون ارت دايركتور وقائد في نفس الوقت، وهناخد هنا خمس اسرار دور الارت دايركتور، ورقم اربعة نصائح تأثر عليك الطريق. الدرس ده هو اول درس في سلسلة تعلم الاخراج الفني او الارت دايركشن، والسلسلة دي هتفيد اي حد بيشتغل في اي مجال متعلق بالتصميم او التصوير او الفيديو او 3D، او اي ارت دايركتور مطالب انه يتعامل مع اكتر من فنان، فلازم يكون عارف كل فنان في التيم بتاعه طبيعة شغله ايه علشان يعرف يطلع منهم شغل مظبوط ويقدر يديلهم ملاحظاته بحيث تخدم العمل الفني في النهاية. وهتفيد برضو اي مصمم عايز يكون ارت دايركتور، او حتى اي شخص ملهوش علاقة بالفن وعايز يحسن ذوقه الفني. مين هو الارت دايركتور؟ او مين هو المخرج الفني؟ انا من الناس اللي مش بتحب التعريفات الاكاديمية قوي، فخلينا نعرفه في كلمتين، وهو قائد العمل. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يحكي؟ لا ما شاء الله شغل يا ابني. لكن نخلي بالنا ان القائد هنا هو مسؤول عن العمل الفني ومسؤول عن حل مشكلات التيم، ومسؤول برضو على انه يعلم التيم اللي معاه ويتعلم منهم، لان لو معرفتش تفصل الشعرة اللي بين القائد والمدير اللي قراراته مستبدة هتخسر اهم شيء ليك كمخرج فني، وهو ولاء التيم بتاعك. ازاي بقى تكون مخرج فني وقائد في نفس الوقت؟ تعال أقولك على خمس أسرار تخليك مخرج فني وقائد حاسم في قراراته ومحبوب في نفس الوقت. السر الأول هو نقد الأعمال، والنقد هنا هو عبارة عن تدخلك بآراء فنية علشان يكون التصميم صح. لو خدت بالك أنا قلت صح مش حلو، لأن مفيش حاجة اسمها تصميم حلو أو وحش، في حاجة اسمها تصميم صح أو غلط ومعمول طبقا لقواعد ونظريات هنتكلم عليها باستفاضة في الدروس اللي جاية. وخد بالك انت بتنتقد أعمال التيم بتاعك وبتساعدهم، اوعى تقلل من شغلهم أو تقلل منهم شخصيا، وهنعرف ازاي ننقد الأعمال زي ما قلنا الدروس اللي جاية بطريقة مظبوطة، وهنلخصهم في 10 قواعد للتصميم علشان تطلع تصميم صح. نيجي بقى لتاني سر، معاد تسليم البروجيكت. من مهامك كقائد ومخرج فني انك تكون مسؤول عن تسليم العمل في الميعاد اللي هتقدره للبروجكت، وما كانش قبل كده بشويه، علشان تكون مأمن نفسك كويس، وده بنسميه الديدلاين، وبالتالي هتنظم وقتك ووقت التيم بتاعك علشان ما يكونش فيه اي تاخير في التسليم. السر الثالث معانا، هتشتغل على قد الميزانيه اللي هيحطها العميل. يعني مثلا كلاينت ميزانيته قليله وعايز يعمل مثلا اعلان تلفزيون لمنتج معين، ساعتها هتشوف تكلفه الاعلان ده لو اتعملت 3D دي هتتكلف كام مثلا، وهل الناس اللي عندك هيقدروا يعملوها ولا هتحتاج فريلانسرز يشتغلوا معاك. طب لو هتتصور فيديو هتحسب تكلفة يوم التصوير بكام والتنفيذ هيكون تكلفته قد ايه، وساعتها هتقرر انت هتروح لأي اختيار بناء على ميزانية العميل. طب حد هيسألني هنا ده ايه علاقته بيك كقائد العمل؟ لانك انت اللي هتكون مسؤول عن التواصل مع التيم بتاعك والناس الفريلانسرز، وبالتالي لازم يكون عندك شبكة علاقات كويسة في كافة المجالات. ولو انت ما عندكش شبكة علاقات تعمل ايه؟ حاجة بسيطة، اتواصل مع الناس بعيدا عن الشغل واتكلم معاهم على السوشيال ميديا ووسائل التواصل، اتواصل دايما مع كل اللي حواليك عشان تبني علاقات كويسة. السر الرابع وركز معايا فيه، وهو القرارات الحاسمة لأي حد بيكرر أخطاء وبيعمل مشاكل، أو أي حد بيتكاسل في تسليم الشغل في المواعيد المحددة. هنا لازم تتدخل بقرارات حاسمة علشان تظبط التيم. لأن ساعد التسليم أو أي مشكلة لا قدر الله في البروجكت أنت اللي هتكون المسؤول، مش هينفع تقولهم إن حد في التيم بتاعك كان مقصر، فعلشان تتجنب الكلام الكتير والمشاكل إلحق المواقف دايما من البداية وخليك قوي في قراراتك، لأن ده دورك كقائد ومدير للعمل الفني. السر الخامس والأخير وده مهم جدا جدا، ولو ما عملتوش يبقى كل اللي فات ده مش هيكون ليه لازمة، وهو إنك تساعد وتعلم التيم بتاعك ودايما تنقل لهم خبراتك باستمرار وترشح لهم كورسات وكتب علشان يطوروا من نفسهم، والنقطة دي مهمة جدا وبتخلي التيم بتاعك دايما بيثق في القرارات الفنية اللي بتاخدها، وبتخليك انت ذات نفسك تتعلم وتقرأ اكتر، لان قاعدة اساسية اوعى تثق في اي مخرج فني مش بيقرأ. طيب خلينا نتعرف على ايه هو دور المخرج الفني.
النقطة اللي فاتت أخدنا خمس نقط أو خمس أسرار علشان تكون قائد وانت شغال، لكن برضو عايزين نعرف إيه دور المخرج الفني بالظبط. دايما لما حد بيسألني السؤال ده أحب أشبه الموضوع بالمثال ده. المخرج الفني عامل زي الطباخ الشاطر اللي بيعرف يحط المقادير بتاعته بحساب، وبياخد من الناس اللي بتساعده الأجزاء اللي هو عايزها وبيخلطهم مع بعض علشان يطلع لنا بالطبق النهائي. أكلي في الزمن ده بسرعة بيسوي. وده بالظبط دورك كمخرج فني، هو تجميع وخلط العناصر كلها وإدارتها بطريقة صح عشان تطلع بعمل نهائي قوي. وبرضه من أدوار المخرج الفني هو الاهتمام بالنص المكتوب، يعني زي الهيد لاين والسلوجان أو حتى سكريبت كامل، فلازم المخرج الفني يشوف النصوص دي بتخدم العمل الفني البصري ولا لا، لأنك لو اهتميت بالمحتوى البصري بس هيكون في خلل ملحوظ في العمل النهائي. ونقطة مهمة برضو في دور المخرج الفني وهي ان الشغل يكون ليه رسالة ومعنى من الاخر كده، حاجة تسيب علامة وتكون سهلة الفهم على الناس. ومهما يحصل وانت شغال اوعى تشتت نفسك عن الرسالة الاساسية. على سبيل المثال انت شغال على تصميم او اعلان مثلا لشركة كوكاكولا، الهدف من الاعلان اللي الكلاينت عايز يقوله هو انك هتوفر اكتر، يعني الكامبين كله قايم على التوفير، فما تروحش تعمل اعلان ان المشروب ده هيروي عطشك اكتر علشان انت شايفه هيكون احلى. انت كده بعدت تماما عن الهدف او الرساله اللي العميل عايزها من الحمله الاعلانيه في الوقت الحالي. خلينا بقى في الاخر اقولك شويه تريكات ونصائح تاثر عليك الطريق. واحد، لازم يكون عقلك متفتح ومطلع دايما على كل الجديد اللي بيحصل حواليك في السوق وفي المجال. 2، انك تقدر مواهب الفنانين اللي حواليك واللي بيساعدوك، وتكون عارف نقاط قوة وضعف كل واحد في التيم بتاعك. 3، وانت شغال دايما ما تشتتش نفسك عن الرسالة والمعنى اللي عايز توصله، سواء الرسالة دي مقروءة او احنا نشوفها في التلفزيون. 4، لازم تكون عارف ان الخبرة والشغل هي اللي هتعلمك اكتر، وكتر المشاريع اللي بتعملها والمشاكل اللي هتواجهها دي اللي هتقوي عضلاتك كمخرج فني وليه شخصية. 5، حافظ دايما على البورتفوليو بتاعك ويكون فيه شغل قوي يعبر عن شخصيتك كمخرج فني. 6، خليك ديكتاتور في فكرتك وحارب على تنفيذها لو حاسس ان الاخراج النهائي هيكون قوي، لكن حافظ على الشعرة اللي ما تخليش حد يكره يساعدك في تنفيذ فكرتك، لان الفكرة الجيدة والجديدة هي اللي بتشد الانتباه. 7، كبر دايما دايرة علاقاتك مع فنانين تانيين لانك هتحتاجهم بعدين. 8، خليك دايما مطلع على كل جديد في السوق لان السوق والصناعة بتتطور باستمرار. 9، والنقطة دي مهمة جدا وهتعدي عليك في الشغل كتير جدا، يعني بالبلدي كده النقطة دي انا مسميها اعمل من الفسيخ شربات، يعني لو اتحطيت في تحدي ان العناصر او الشغل اللي اتعمل مش حلو، يعني التيم بتاعك طلع شغل مش حلو ان هو يتسلم او ما طلعش زي ما انت عايز، هنا بيكون دورك مهم جدا لان ميعاد التسليم خلاص قرب، فانت لازم تفكر تحول الكلام بقى ده كله لحاجه قويه او حتى مقبوله. والنقطه دي مهمه جدا، ما تحاولش توقف دماغك قدام المشاكل لان دورك هو حل اي مشكله. وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس الاول في سلسله الاخراج الفني. لو عجبتكم فكره السلسله دي يا ريت تقولوا لي، لان هنتكلم في كل الموضوعات اللي هتخليك فنيا وعمليا قادر تتعامل في شغلك او تطورك اسرع. ولو في اي اسئله او ملاحظات عرفني في التعليقات تحت الفيديو. سلام.